الترسب الأملاح الزائبة في الماء عند تبخر الماء. يبقى عندنا مثلا تخيلوا معانا عندنا مثلا بحر أو كده حصل فيه تبخر للمياه الموجودة فيها، فهيترسب الملح اللي عندنا وزيادة تركيز الأملاح، أو نتيجة التفاعلات الكيميائية. يبقى الصخور الرسوبية الكيميائية تنشأ يا إما بحاجتين اتنين، نتيجة تفاعلات كيميائية بتحصل، أو نتيجة إن بخار الماء بيترسب بيتبخر أسفة بخار الماء بيتبخر طبعا بسبب اختلاف عوامل الجو سواء ارتفاع درجة الحرارة أو هكذا. فلما يتبخر الماء بيترسب الأملاح وبيزداد تركيزها في المكان اللي هي موجودة فيها. هيتم برضو تقسيم الصخور الرسوبية الكيميائية إلى عدة أنواع، هنشوف دلوقتي اعتمادا على إيه. بيقول لنا أول حاجة صخور الكربونات اللي هي الحجر الجيري اللي هي الصواعد والهوابط. أنا هوريكم بس صورتها في الطبيعة موجودة بالشكل ده، دي هوابط لأنها نازلة من فوق من الكهف من فوق، اللي هي دي هوابط برضو لكن دي اسمها صواعد وهندرسها بالتفصيل قدام، اسمهم استراكتايت واستراجمايت. الصواعد والهوابط اللي هي استراكتايت واستراجمايت، هنا الهوابط زي ما احنا شايفين، لكن اللي طالعه من الارض دي الصواعد، دي الصواعد نشأت برضو بالطريقه الكيميائيه المتعارف عليها ان تم تبخير الماء وترسبت الاملاح او نتيجه بعض التفاعلات الكيميائيه. زي صخور قلنا اول حاجه صخور الكربونات زي الحجر الجيري اللي هي عبارة عن صواعد وهوابط والدولومايت، وصخور سيليكاتية زي صخر أسوان الفاتح والغامق. يبقى أول نوع عندنا في الصخور الرسوبية الكيميائية هي صخور الكربونات. صخور الكربونات بتشتمل على الحجر الجيري والدولومايت وصخور سيليكاتية زي صخر أسوان الفاتح والغامق. تاني نوع معانا من الصخور الرسوبية الكيميائية هي صخور متبخرات. متبخرات من اسمها يعني حصل اكيد عمليه تبخير في الجزئيه دي. بيقول لنا زي الجبس والانهيدرايت وملح الطعام. الجبس تركيبه الكيميائي كبريتات كالسيوم مائيه، كبريتات كالسيوم مائيه يعني كالسيوم كربون كبريتات، كبريتات الكالسيوم بس داخل فيها ميه. لكن الانهيدرايت زي الجبس تماما لكن منزوع منه الميه، يبقى كبريتات كالسيوم لا مائيه. وملح الطعام الصخري احنا طبعا خدناه قبل كده وكذا مره اضرب لكم مثال على ملح الطعام الصخري حتى في النظام البلوري بتاعه اللي هو النظام المكعبي، وقلت لكم التركيب بتاعه اللي هو كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl، ملح الطعام الصخري اللي هو معدن الهالايت. يبقى صخور المتبخرات عندنا ثلاثه، الجبس اللي هو كبريتات كالسيوم مائيه، والانهيدرايت كبريتات كالسيوم لا مائيه، وملح الطعام الصخري وهو معدن الهالايت اللي بيتكون من الصوديوم والكلور اللي هو كلوريد الصوديوم. في صخور المتبخرات دي بتترسب نتيجة تبخر المياه، من اسمها حصل تبخر للمياه فترسبت الصخور دي من بحيرات مقفولة أو شبه مقفولة أو في السمخات الساحلية. يعني البحيرة دي ممكن تكون مقفولة أو شبه مقفولة أو في السمخات الساحلية، اللي هي عملية التبخير الصناعي على الشواطئ وفي المياه وهكذا، تكون بالقرب من المياه اللي هي السبخات الساحلية. يقول لنا استعمل الإنسان هذه الظاهرة في استخراج ملح الطعام من مياه البحر بتبخيرها صناعيا في الملاحات. يبقى الإنسان أخذ ملح مياه البحار وقام بعملية تبخير صناعي لها في الملاحات، وبالتالي بعد تبخر المياه دي فتكون الراسب عندنا وهو ملح الطعام وبزيادة تركيزه فبتزداد كميته زي ما احنا شايفين الشكل في الصور اللي قدامكم. بيقول لنا في أنواع كمان من الرواسب الكيميائية زي بعض خامات الحديد، بعض خامات الحديد الرسوبي، ومن أشهر أمثلته في مصر عندنا بيقول لنا حديد أسوان البتروخي الذي يتكون من أكسيد الحديد الأحمر، شكله زي ما احنا شايفين قدامكم في الصورة كده، ودي كمان الهيماتايت، والصورة الأخيرة دي برضو صخور الهيماتايت. فبيقول لنا إن أنواع أخرى أول حاجة خدناها صخور الكربونات، وبعد كده المتبخرات الجبس والأنهيدرايت والهالايت. تالت نوع معانا اللي هو بعض خامات الحديد الرسوبي، وقلنا من أشهر أمثلته حديد أسوان البتروخي، قلنا البتروخي اللي قلنا الهيماتايت دي اللي هي الصبغة الحمراء اللي استخدمها القدماء في الرسم كصبغة في تزيين الجدران والرسم على جدران الكهوف وهكذا.
بعد كده بيقول لنا الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية. الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية من اسمها جزء عضوي وجزء بيوكيميائي، اللي هو عمليات حيوية. عمليات حيوية بيقول لنا كلنا نعرف إن الأحياء البحرية بتبني الأجزاء الصلبة من هيكلها الداخلي أو الخارجي من كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم اللي هو معدن الكالسايت اللي احنا أخدناه قبل كده. كربونات الكالسيوم بيقول لنا إن الأحياء البحرية بتبني الأجزاء الصلبة من هيكلها الداخلي أو الخارجي من كربونات الكالسيوم، وبيقول لنا بتستخلصها من ماء البحر، وبعد موتها تتراكم هذه الهياكل مكونة صخور عضوية. تاني، الأحياء البحرية زي ما احنا شايفين قدامكم القواقع والحفريات دي لما بتيجي تبني الهيكل بتاعها، سواء الداخلي اللي هو بيكون رخو اللي هو هش شوية كده، طبعا نتيجة الأجزاء الداخلية بتكون اللي هي الأعضاء الداخلية وهكذا. فبيقول سواء الهيكل الداخلي أو الهيكل الخارجي، الهيكل الخارجي بيكون صلب لكن الداخلي بيكون رخ وهش. فبيقول لنا إن الأحياء دي بتبني الهيكل بتاعها من الكالسايت اللي هي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم دي الأحياء بتستخلصها منين أو بتستخرجها منين أو بتحصل عليها منين؟ من ماء البحر. تمام، بعد كده الأحياء دي بتموت. بعد ما بتموت بتحصل لها تحلل في ماء البحر، وبتتراكم الهياكل دي وبتكون لنا بعد كده بعد ما بتتحلل حاجة اسمها صخور عضوية. حاجة اسمها صخور عضوية. من أمثلة الصخور العضوية صخر الحجر الجيري الغني بالحفريات، يعني فيه بقايا صلبة للأحياء البحرية. تاني، المثال بتاعنا صخر الحجر الجيري، الحجر الجيري الغنية بالحفريات، يعني البقايا الصلبة للأحياء البحرية من فقاريات زي الأسماك، ولا فقاريات من محاريات وشعاب مرجانية وأحياء دقيقة الحجم. الأحياء دقيقة الحجم عندنا زي الفورامينيفرا أو نباتات زي الطحالب ذات الأصل العضوي. خلاص، يبقى عرفنا إن الكائنات دي بتبني الهيكل بتاعها سواء الداخلي الرخو أو الخارجي الصلب من كربونات الكالسيوم اللي هي معدن الكالسايت، وبعد كده بتستخلص أصلا الكالسايت ده من مياه البحر. بعد كده الكائنات دي بتموت لما بتنتهي دورة حياتها، بعد كده بتتحلل لما بتسقط في المياه وهكذا، بيتم تحليلها وبعد كده تتراكم هذه الهياكل وبتكون الصخور العضوية. بيقول لنا المثال بتاعنا صخر الحجر الجيري الغني بالحفريات، أي البقايا الصلبة للأحياء البحرية من فقاريات، الفقاريات زي الأسماك، ولا فقاريات زي محاريات وشعاب مرجانية، وأحياء دقيقة زي الفوراميفرا أو نباتات زي الطحالب ذات الأصل العضوي. تاني نوع معانا، احنا خلصنا أول نوع اللي هو الصخور العضوية زي صخر الحجر الجيري. تاني نوع بيقول لنا صخر الفوسفات. صخر الفوسفات، صخر الفوسفات ده بيحتوي على بقايا حفرية لحيوانات بحرية فقارية بتحتوي الفوسفات بالإضافة إلى مكونات معدنية فوسفاتية. يعني إيه؟ صخر الفوسفات اللي موجود عندنا ده بعد برضه هو اتكون بنفس الطبيعة بنفس الطريقة السابقة اللي هي الطريقة العضوية أو البيوكيميائية. الصخر ده وجدوه بيحتوي على بقايا حفريات، يعني حصل تحلل للكائنات وبالتالي بعد موتها تراكمت هذه الهياكل وتلاصقت بصخور الفوسفات. يعني صخور الفوسفات بتحتوي على البقايا دي، سواء كانت البقايا دي بحرية فقارية، يعني بتحتوي الفوسفات بالإضافة إلى مكونات معدنية فوسفاتية. يعني ممكن يتم استخراج الفوسفات من الهياكل دي أو من الصخور الفوسفات دي. إن مكونات معدنية فوسفاتية تزيد من تركيز نسبة الفوسفات في الصخور البيوكيميائية، يعني العملية دي بتزود لي عندنا نسبة الفوسفات. بعد كده بيقول لنا مصادر الطاقة في الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية. إيه هو مصدر الطاقة في الصخور دي؟ ليه أقول إن الصخور دي ليها أهمية اقتصادية؟ إحنا عرفنا الأهمية الاقتصادية، لو تفتكروا في البداية قلت لكم أهمية جيولوجية لما غطت 3/4 سطح الأرض وهكذا، وقلت لكم إن في تحت معلومة بتقول لها أهمية اقتصادية. فخلاص، أهمية اقتصادية يبقى فيها مصادر الطاقة اللي هي البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية اللي أنا اتكلمت عنها. لكن هنعرف بقى مصادر الطاقة في الصخور الرسوبية العضوية والبيوكيميائية اللي هو آخر نوع اللي إحنا لسه واخدينه معاكم حالا. اول حاجه الفحم. الفحم ده بيقول لنا اللي هو اللي احنا شايفينه اللي لونه اسود قدامكم ده،
ده بيكون موجود كده في الطبيعة. طبعا كلنا عارفين الفحم سواء بيستخدم في بعض الحرائق مثلا أو في عمليات في بعض الأطعمة وهكذا، يقولنا إن الفحم ده من الرواسب العضوية ذات القيمة الاقتصادية. طبعا ثمنه، هو أعتقد إن ثمنه كان غالي سابقا، لكن حاليا لسه موجود، إن هو يعتبر من مصادر الطاقة لكن من مصادر الطاقة غير النظيفة، فعشان كده مش بيلجأوا له قوي. هو بيقول لنا الفحم ده يتكون نتيجة دفن مواد نباتية في باطن الأرض. تمام، المادة النباتية دي اللي هي عضوية، تمام، هيتم دفنها سواء شجرة مثلا أو في غابات مثلا. قديما كان في بعض الغابات بيتم دفنها بعيدا عن الأكسجين لمدة طويلة، طبعا لازم تكون بمعزل عن الهواء، فبيتم دفنها بعيدا عن الأكسجين لمدة طويلة حتى تفقد الأنسجة النباتية. الأنسجة النباتية اللي هي في النبات تفقد المواد الطيارة ويتركز الكربون مكونا الفحم. يعني التركيب الأصلي للفحم هو الكربون، هو ايه؟ عنصر الكربون. يعني الفحم عبارة عن كربون، واحنا عارفين ان الكربون ده مضر للبيئة اصلا، فعشان كده بقول لكم ان هو مش من مصادر الطاقة النظيفة او من مصادر الطاقة غير النظيفة. يبقى تاني، المادة اللي هي المواد النباتية بيتم دفنها بمعزل عن الهواء او بعيدا عن الاكسجين طبعا لمدة طويلة، دي بتتراوح لمئات السنين وهكذا عشان تتم عملية التحول دي. بعد كده النباتات دي بتفقد الأنسجة النباتية بتاعتها، الأنسجة النباتية بتفقد المواد الطيارة، ولما تفقد المواد الطيارة مش هيفضل لي إلا عنصر الكربون، ده اللي بيحصل له تركيز. بيقول لنا يتم ذلك عادة في مناطق المستنقعات خلف دلتات الأنهار حيث الظروف ملائمة للتمر. التمر ده اللي هو الدفن السريع للبقايا النباتية بمعزل عن الهواء. يعني إيه؟ يعني من أحسن المناطق اللي ممكن أقول عليها إن المنطقة دي ممكن يتواجد فيها فحم أو أتوقع وجود الفحم فيها، أروح مناطق المستنقعات اللي هي موجودة خلف دلتات الأنهار. المناطق المستنقعات دي الظروف فيها مناسبة لعملية الدفن السريع، يعني بيتم دفن النبات بسرعة، طبعا كلها عمليات طبيعية بدون تدخل بشري تماما فيها يعني. فبيتم دفن النباتات دي بمعزل عن الهواء بطريقة سريعة. تاني مصدر معانا من مصادر الطاقة في الصخور الرسوبية بيقولنا النفط والغاز. بيقول لنا لا يعتبر كل من النفط والغاز رواسب، لكنهما يتكونان ويختزلان في الصخور الرسوبية. تمام، الفحم من الرواسب، تمام، لكن النفط والغاز لا يعتبر من الرواسب، لكنهم بيتكونوا في الصخور الرسوبية وبيتم اختزالهم في الصخور الرسوبية. طبعا قلت لكم ان الصخور الرسوبية في الاصل مسمية، فبيكون سهل فيها تخزين مثل هذه المواد. يبقى اول حاجة الفحم، تاني حاجة النفط والغاز، تالت حاجة أو بيقول لنا تاني قد تكونت هذه المواد الهيدروكربونية اللي هي النفط أو الغاز، واللي بتتكون من الكربون والهيدروجين اللي هي مواد هيدروكربونية، بيسموها كده مواد هيدروكربونية، يعني هيدرو يعني تتكون من الهيدروجين، وكربونية بتتكون من الكربون. فبيقول لنا إنها بتتكون من تحلل البقايا الحيوانية والنباتية البحرية الدقيقة بمعزل عن الهواء. خلاص عرفنا ان الفحم مواد نباتيه، وبرده المواد النباتيه دي بيتم دفنها بمعزل عن الهواء او بعيدا عن الاكسجين، فبالتالي برده بيقول لنا المواد الهيدروكربونيه دي اللي هي تنشا من تحلل البقايا، برده حصل لها تحلل بقايا حيوانيه ونباتيه بحريه دقيقه بمعزل عن الهواء بعد ترسيبها مع الصخور الطينيه، وبتعرف بصخور المصدر، بتعرف بصخور المصدر. بيقول لنا المواد الهيدروكربونيه دي او صخور المصدر بتنضج، بيحصل لها نضج عند عمق 2 ل 4 كيلو متر في باطن الارض، وفي يعني دي الظروف المناسبه لتكوين مثل هذه مصادر الطاقه. يعني مصادر الطاقه دي بيكون الظروف الملائمه او المناسبه ليها انها تتكون، انها تكون عند عمق من 2 ل 4 كيلو متر في باطن الارض، ودرجه الحراره بتتواجد عندنا من 70 ل 100 درجه مئويه، درجة حرارة عالية طبعا، لكن مش عالية بدرجة كبيرة، بتوصل لدرجة غليان المية اللي هي 100 درجة مئوية، وبتتحول إلى الحالة السائلة والغازية للهيدروكربون. بعد ذلك طبعا بسبب وجود المسام
وهكذا بتبدأ تتحرك وتهاجر إلى صخور الخزان، يعني صخور المصدر هي اللي بيتكون فيها، صخور المصدر دي اللي بيكون فيها الظروف ملائمة ومناسبة عشان يتم عملية تحول المواد دي. بعد كده بعد ما بيتكون عندنا حالة سائلة وغازية للهيدروكربون، بيبدأ يهاجر أو بيهرب من صخور المصدر وبيروح في مكان اسمه صخور الخزان. صخور الخزان من اسمها اللي بيختزن فيها هذه المواد. صخور الخزان المسامية المكونة من الرمال والحجر الرملي والحجر الجيري. يبقى من أمثلة صخور الخزان، أنا مثلا نزلت الجبل أو الحقل الجيولوجي وعايز أدور عن البترول مثلا أو النفط أو الغاز الطبيعي وهكذا، أو أي مادة هيدروكربونية بس يكون ليها استفادة عندي، هروح فين؟ أول حاجة أدور فيها اللي هي الرمال والحجر الرملي والحجر الجيري. ليه أحط الصخور دي في الاعتبار؟ لأن الصخور دي مسامية، فبالتالي طالما مسامية فهيكون تحول ليها أو هرب الصخر، هرب النفط او الغاز او مصدر الطاقه اللي عندي، هرب من صخور المصدر وتخزن في صخور الخزان. قلنا الظروف بتاعته يكون على عمق من 2 ل 4 كيلو متر في بطن الارض، ودرجه الحراره من 70 ل 100 درجه مئويه. تالت حاجه بيقول لنا الطفل النفطي. الطفل النفطي صورته زي ما احنا شايفين قدامكم ده، بيقول لنا هو صخر طيني غني بالمواد الهيدروكربونيه، يعني فيه هيدروجين وكربون. هو صخر طيني غني بالمواد الهيدروكربونيه والتي اغلبها من اصل نباتي، وتوجد في حاله شمعيه صلبه تعرف باسم الكيروجين. يبقى تاني، هو صخر طيني غني بالمواد الهيدروكربونيه بيكون اغلبها اصل نباتي، في حاله شمعيه صلبه وتعرف باسم الكيروجين، يعني من امثله الطفل النفطي الكيروجين، وبتتحول الى مواد نفطيه عند تسخين الصخر لدرجه حراره 480 درجه مئويه، درجه حراره عاليه جدا جدا عشان يتم تسخين الصخر ده ويتحول الى مواد نفطيه. بيقول لنا ان الطفل النفطي ده مصدر مهم من مصادر الطاقه وان كان لا يستغل حاليا، يعني مش معتمد عليه بشكل رئيسي في مصادر الطاقه، او مش واخد الاهميه الكافيه ان هو يعتبر مصدر اساسي من مصادر الطاقه المعروفه او المتعارف عليها حاليا، لكنهم العلماء وكده والباحثين سايبينه كاحتياطي، احتياطي لحين نفاذ كميات البترول من الارض. يعني هيتم الاعتماد على الطفل النفطي او الكيروجين ده في حالة نفاذ كميات البترول من الأرض، ولن يبدأ استغلاله كوقود قبل أن يصبح سعر إنتاجه منافسا لسعر النفط. يعني يتوقف استخدام الطفل النفطي إن سعره يعلى عن كده أو يزيد عن كده ويصبح منافس لسعر النفط، طبعا سعر النفط غالي، وكمان لما تبدأ تنفذ كميات البترول المعتمد عليها حاليا. وبكده نكون خلصنا معاكم حصتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا.